حركة المال والأعمال. سرعان ما تأثرت في مصر وبلدان الربيع العربي بالثورات وما تبعتها من اضطرابات سياسية عرقلت عجلة الإنتاج وضعفت العبء على سيدات الأعمال التي قطعن شوطا نحو تحقيق طموحهن. الدكتورة يمنى الشريدي رئيس مجلس إدارة جمعيات سيدات أعمال مصر تخرجت من كلية الصيدلة وبدأت مشوارها الصناعي بإنتاج الأغذية الجافة للأطفال حتى أصبحت واحدة من أهم الشركات المصدرة للصناعات الغذائية للولايات المتحدة الأمريكية ونحو 15 دولة أوروبية. جمعية سيدات أعمال مصر 21 واحدة من مؤسسات المجتمع المدني التي شجعت المرأة على المشاركة السياسية ودخول عالم المال والأعمال من خلال دعم المشروعات المتوسطة وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الهيئات الدولية المانحة. رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، أهلا بك معانا. أهلا بك. يعني سيدات أعمال مصر ناويين على إيه في القرن 21؟ هو ده الدور بتاعنا بالظبط. يعني تاني كل يوم بيثبت قد إيه المرأة المصرية مقدرها مهم قوي في المجتمع، على مستوى الأسرة وعلى مستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي. يعني دورها كشخصية مسؤولة عن نص المجتمع ومسؤولة عن النص التاني، دي دورها مهم قوي. المرأة المصرية الحقيقة لا تنكفي ان هي بتشتغل في مجالات بتثبت نفسها في اكتر مجال. اولوياتكم ايه في المرحله اللي جايه؟ اولوياتنا اولا واخيرا احنا نبدا بنفسنا ونساعد بعض. يعني الحقيقه الاعتماد على الطرف الثالث او الاعتماد على الحكومه دائما على ان هي هتحل كل مشاكل البلد مش هينفع. يعني الفتره اللي جايه دي هدفنا وشعارنا ان احنا نحاول نعتمد على نفسنا، ان احنا نحاول نحسن فرص العمل وفرص الظروف الاقتصادية وفرص مشاريعنا اللي نقدر نساعد بيها ناس تانية اكتر، ونقدر نستمر في الظروف الاقتصادية اللي البلد تمر بيها، وفي نفس الوقت نقدر نحمس بعض عشان ما حدش يحصل له اي حالة احباط او اي حالة يأس. بنحاول نساعد بعض ان احنا ننجح في المرحلة اللي جاية دي، ونجيب افكار لبعض ونحاول نفتح مجالات عمل في اكتر من مجال. هنتكلم عن الواقع والمأمول، وحضرتك والجمعية كان ليكم دور ومؤتمر عن التحديات اللي بيمر بها أو اللي بتمر بها مصر في الحالة السياسية والاقتصادية حاليا. خلينا الأول نبتدي بدخولك لمجال أو لعالم المال والأعمال، بدأ إزاي؟ الحقيقة أنا مقتنعة أن مش كل واحدة تقدر أو كل واحد يبقى السيد أعمال أو رجل أعمال. يعني حسب كل واحد بيبقى عنده ساعات فترة أو عنده استعداد أن هو يسيب الوظيفة أو يسيب العمل في إدارة حكومية أو في أي مكان عشان يدخل في مجال العمل الخاص. واعتقادي أن ده معناه أن أنت كنت في وظيفة حكومية وتركتيها ولجأتي للعمل في القطاع الخاص؟ مش حكومية، كنت بشتغل في شركة أدوية فترة طويلة، ومن خلال احتكاكي وخبرتي في منطقة الشرق الأوسط اكتشفت أن أنا لو اشتغلت في المجال الخاص هيبقى انسب. كان ولادي صغيرين وكنت محتاجه ان انا اظبط وقتي مع متطلبات الشغل، فحسيت ان العمل الخاص هيناسب اكتر طبيعه المسؤوليه اللي عليا. يعني فدخلت في مجال العمل الخاص يمكن في التسعينات، كنت بدات بان انا ابقى وكيله لاغذيه اطفال، شركه اغذيه اطفال. وبدات ان انا اكتشفت ان انا في مجال كبير جدا كدوري في المجال الصحي وفي مجال الصيدله، ان في دور وعي مهم قوي للامهات في مجال تغذيه الاطفال وازاي اقدر اغير عادات شعب بحاله. يعني مصر كلها ما كانتش ساعتها بتستغل، كنت انا اول واحده ادخل اغذيه الاطفال دي في مصر المعلبه، اغذيه الاطفال المعلبه. وكان جزء منها كبير جدا ان انت تحاربي معتقدات خاطئه بقى لها سنين. بالتالي كلنا جربنا اول ما بس المعتقدات دي لسه موجوده لحد دلوقتي. يعني في امهات كتير بتبقى حذره خايفه من التعامل مع الاغذيه المحفوظه خاصه الاطفال، وفي تهديدات. هي مش قضيه الاغذيه المحفوظه، الاغذيه دي ما فيهاش مواد حافظه، بس هي الاغذيه دي بتحاول ان هي تدي للطفل مجموعه غذائيه متكامله على اساس ان ما فيش اكل واحد في كل الغذاء الموجود. المشكله الاكبر كانت في عادات الفطام وعادات الرضاعه وعادات ازاي امتى بتاكل الطفل، هي دي اللي فيها جاب جامد جدا للامهات. ويمكن دكاتره الاطفال متعودين يعالجوا امراض، الجزء بتاع التغذيه او العنايه العاديه او النيرسينج او التمريض اللي بيسعى بالعنايه بالطفل
هي دي اللي كان فيها عجز جامد قوي، او كان فيها نقص جامد قوي في مفهوم الامهات الصغيرين اللي لسه عندها طفل اول مره، ما بتبقاش عارفه، بتبقى متوتره جدا، ما بتبقاش عارفه ترد قد ايه، ومش عارفه تبتدي تدخل السوليد فود او الاكل اللي بالمعلقه امتى. فتلاقي في تفاوت جامد جدا، ما فيش مدرسه واحده الناس كلها متفقه عليها، وما فيش اسلوب علمي مظبوط ان امتى الام تبتدي تدخل لطفلها الاكل. فيمكن لما بدات العمل الخاص بدات في حاجه بحبها قوي، انا كنت لسه بمر بالتجربه دي مع اولادي، وحسيت ان احنا في مجال كتير جدا ان احنا نوعي الامهات المصريه ونعودها. صعب في دوله فيها نسبه اميه عاليه، ويعني حاله جيتش على اجتماعيه الوجع بقى متدنيه. الحقيقه، جيتش على الوجع يعني، لان الحقيقه موضوع تعليم الام وتعليم المراه اتهيألي انه من اهم القضايا اللي بتتواجه فيها شعبنا كله. يعني المرحله دي هي مربط الفرس، وده الوجع الكبير اللي الحقيقه اكتر حاجه بتبكي قلب الواحد، ان هو يحس ان لا زال عندنا نسبه خروج المراه من التعليم، ونسبه تعليمها وصل 40% في بلد زي مصر اللي هي بلد حضاره وبلد بقى لها تاريخ كتير جدا، لا زال المعتقدات والعادات بتتحكم في دور المرأة ومتوقع منها ايه واهمية تعليمها ايه. بيبصوا على التعليم ده انه مش لازم قوي، لان انا في الاخر هتتجوز، ولكن الجواز ده ما هوش هو في حد ذاته مؤسسة كاملة بتعتمد على تعليم الام ووعيها انها تبقى الست اللي هتتجوز دي لازم تكون تعرف تقرأ وتكتب وتعرف تثقف روحها وتعرف قد ايه صحة طفلها دي مهمة. لان لو فضلنا نستمر بهذا الاتجاه هنبص نلاقي عندنا شعب ما بيتحسنش، الشعب بيسوق. لو الام مش متعلمه كفايه مش هتعرف تتربي بس تتربي. فرص المراه العامله وهي عندها ظروف اجتماعيه معينه، يعني حضرتك قلتي انك بداتي في العمل في شركات ادويه، حسيتي لما بقيتي ام ان عليكي مشكله ومش عارفه توفقي ما بين الاثنين، ليه الحكومه او النظام او القطاع الخاص ما بيضعش قواعد للتعامل مع المراه اللي عندها ظروف اجتماعيه وعايزه تشتغل، علشان احنا في حاله اقتصاديه صعبه؟ الجمله دي لسه متقاله من ست فرنسويه الحقيقه، كنا في المؤتمر ده بنتكلم بنقول مش معقوله نطلب ان الناس تشغل المرأة وتدي لها فرص متساوية وتدي لها اجازات 6 سنين عشان ترضع الطفل وتخلي بالها منه وتلاقي لها حضانة وتلاقي لها، احنا كده بنحارب ان المرأة تبقى لها دور في التوظيف والاقتصاد. يعني حتة ان احنا ندي عيب ان المسؤول برضو ان كل واحد يبقى مسؤول عن توظيف المرأة ويدي لها الحقوق دي كلها ويوفر لها مكان لرعاية طفلها ورعاية كده، فهرجع اقول ان ده يعني دور المجتمع المدني. الفرنسويات عندهم مشكله هما لا بتقول يعني فعلا قالوا كده، فعلا لقينا كلنا متفقين معاه ازاي عايزين كل ده المراه تاخد دور في التوظيف وفي التعيين، وتطلب من اللي بيعينها ان هو قاعد قصادها عارف انها ممكن بكره تبقى حامل ويبقى عندها اطفال، وتطلب منه ان هي تاخد اجازه بدون مرتب ابو مرتب، والقطاع الخاص ده يغطي لها الفرصه دي ويغطي لها كمان ازاي رعايه الطفل. وصلتوا بقى الحل للمشكله دي؟ ان المجتمع المدني عليه دور مهم جدا، المجمعيات الاهليه والمجتمع المدني، لانك لو المجتمع المدني بيقابل احتياجات المراه واحتياجات الاسره واحتياجات المجتمع ده هيقدر يملى فجوات كتير جدا. يعني تبقى في حاجه زي كوآب او تعاونيات اللي هي الناس تقدر تساهم فيها وتشارك في تكلفتها علشان تدي خدمه مميزه. رئيس جمعيه سيدات اعمال مصر 21، ممكن تشغل ستات في مصانعها حتى لو ده هيخسرها؟ يعني هدف رأس المال في حتى كل الأحيان هيخسرها، ما حد القطاع الخاص ما يقدرش ما يحبش يعمل حاجة تخسر، إنما أنا بحب أشغل بنات جدا. وعايزة أقول لك أنا عندي في يعني في معظم إدارات الشغل عندي أو في المصنع البنات هم المستمرين من ساعة ما بدأت المصنع، الولاد بيروحوا ويجوا وكل ما يبقى معاهم فلوس ما مش مستمرين في استمرار في المصنع زي البنات، عندي البنات مستمرين أكثر من الولاد. في الشركة برضه نفس الحاجة، في الإدارة في وظائف كتير بحاول أشغل بنات جد. خدي بالك من كلمة جد دي، يعني يا بنات جد يا ولاد جد، المهم يكونوا بيحبوا الشغل وعايزين ياخدوه جد، ما يبقاش كل حاجة تحصل لها في حياتها اليومية سبب انها ما تجيش الشغل. فالقطاع الخاص مش ملتزم بان هو يوفر فرص عمل الا للناس اللي عايزة تشتغل وتشتغل بجدية وما تخسرهاش، وتبقى بتهتم بقيمة العمل زي قيمة الحاجات التانية في حياة كل واحد. ممكن جمعية سيدات أعمال مصر 21 تطالب بكوتا للمرأة في العمل في المصانع في جهات معينة ممكن تكون في القطاع الخاص، زي ما احنا بنطالب بكوتا في مجلس الشعب والشرطة؟ بصي الكوتا في مجالات كتير جدا مش بقول عليه انها حاجة مرفوضة تماما، يعني لا بالعكس، انت ممكن في المرحلة اللي احنا فيها تغيرات جامدة كده ان المرأة بتحتاج فعلا جزء من فرض عددها، او بس هي الدور عليها مهم قوي.
يعني بقول وانس الست سيده بدات في العمل الخاص بيبقى عليها دور كبير جدا، ان هي بتتعامل زي الرجل، المفروض انها تؤدي اداء مماثل وتؤدي وظيفتها بشكل كامل. محدش هيرحمها ان هي عشان سيده او انها مش انها تقدر تقوم بدور اقل او كده، لان احنا بنطالب بانها مرتبها يبقى نفس الحاجه، يبقى لها حقوق ولها واجبات، فبالتالي لازم تتساوى في الاداء. منتجات مصنع مصري تكتسح سوق الولايات المتحدة الأمريكية، تجربة مختلفة من النجاح، ممكن نعرف تفاصيلها؟ لا الحقيقه انا شغلي بتصدير، بصدر كل انتاج المصنع بتاعي لاكثر من 15 دوله مش لامريكا اللي هو بس. ايه بقى الانتاج؟ انا بشتغل بصنع زيتون، ومصر مميزه جدا بالزيتون، انتاج الزيتون بتاعها بقاله مئات السنين الاف السنين، شجر الزيتون مذكوره في القران. فبشتغل في الزيتون المصري بنفس المستوى العالمي بتاع الانتاج الاسباني او الجريجي، او بالعكس بنصدر كلمات اليونان، بنصدر الزيتون الاسباني لاسبانيا ساعات الزيتون بس انا عارفه ان احنا بنستورد زيتون. لا لا خالص خالص، مصر بتنتج 450 الف طن زيتون في السنه، وانتاجنا الحقيقه عندنا استهلاك عالي في السوق المحلي، بس عندنا كمان سوق تصدير كبير جدا. في يعني انت الزيتون بيكتب عليه اسباني ده زيتون مصري، بس الشجره او النوع ما الزيتون انا الاسباني يعني عايزه افهم. الكلاماتا بيبقى شجره مزروعه في مصر. يعني احنا في سنين اللي بيبقى فيها عجز في الزيتون في اليونان بنصدر كل الكلاماتا لليونان وامريكا. فالزيتون المصري بيتساوى بمستواه كنوعية وكشكل وككواليتي زي اي زي زيتون في العالم كله. احنا بلد صناعية ولا زراعية من وجهة نظرك؟ انا اعتقد ان احنا بلد زراعية، لم ننجح بعد في الصناعة بشكل كامل، ولسه عندنا حاجات كتير جدا عشان نوصل منافسة في المجال الصناعة على مستوى انحاء العالم، انما عندنا صناعات الحقيقة وصلت للعالمية، عندنا صناعات كتير وصلت للعالمية. فاصل قصير ونستكمل لقائنا. الآن يمكنك متابعة بث قناة الغد العربي على الترددات التالية: لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا tv-الغد.net. حراك نحو المستقبل بعيون ترصد الماضي. لا نكتفي بفتح الملفات بل نقتحم الأزمات. مساحة للجميع، مؤيد ومعارض. المشهد يتغير كل ساعة، والتفاصيل في مصر في ساعة. بس اظن ان اعتقادك ولا يقين شفت كتير قوي لاخوان المسلمين الذين خدموا الولايات المتحده كما لم يخدمها احد خلال سنه حكم مرسي، وخاصه تامين امن اسرائيل. تجربة التصنيع الزراعي ليه ما نجحتش في مصر؟ لا انا متهيألي لحد دلوقتي الحكومات كلها ما حدش فيهم قدر يعمل السياسات الكاملة اللي تقدر تساعد كل المصانع والصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأن أنا مقتنعة إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي قطرة النمو في البلد بتاعتنا، في بلد 90 مليون وفينا عدد كبير جدا من الشباب، وهمة جدا الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة.
ما فيش حكومه نجحت في انها تحط سياسه لحد دلوقتي في لتنميه الصناعات المتوسطه والصغيره، ولا برامج تمويل متاحه، ولا ارض بسهوله بتساعد الناس انها تبدا. رغم ان رئيس الصندوق الاجتماعي بقت وزيره الصندوق الاجتماعي، الحقيقه انا ضد في حاجات كتير جدا، لا ارى انه بيساعد اي مشروعات متوسطه وصغيره ولا صناعه. القيود اللي اتحطت في القانون بقى لها سنين بتتحكم جامد في برامج التمويل، اللي هي ما بتساعدش اي حد من المصنعات المتوسطه الصغيره ان هو يتعاون معاها. غيرنا 3 رؤساء ومش قادرين نغير قوانين لدعم الاقتصاد المصري؟ لا، لسه في كتير قوي حاجات لازم محتاجه تتعدل وتتغير الفتره اللي جايه دي عشان نقدر نعبر الناحيه الاقتصاديه اللي هي هتعمل لنا استقرار سياسي جامد. بنسمع يا دكتورة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة انها قاطرة التنمية من ايام الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، وليه ما فيش خطة تنفيذية مفعلة؟ ليه ما يتبناش مشروع زي ده رجال وسيدات اعمال مصر؟ علشان انت محتاجة تبقى عندك environment او جو بيساعد على الاستثمار، والجو اللي بيساعد على الاستثمار ده هو ده اللي محتاج شوية جرأة في القوانين، وجرأة في التمويل، وجرأة في ايجاد الاراضي. كل الحاجات دي لازم محتاجه جدا انها تساعد. لازال البنك بيسعى جامد جدا ان هو يدور على ضمانات، والضمانات دي اصعب حاجه في المشروعات المتوسطه والصغيره في ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنعيشها اقتصاديا وسياسيا. في ظل الظروف دي هي دي اللي محتاجه اكتر وقت انك تشجعي، لان احنا سوق كبير. يعني حتى لو احنا عندنا مشكله جامده في السياحه، وعندنا مشكله جامده في حاجات تانية بسبب الاسباب السياسيه، عندنا مستهلك 90 مليون. يعني ممكن الصناعات دي تعتمد على السوق المحلي قبل ما تفكر في التصدير كمان. فعندنا فعلا عقبه كبيره جدا مع التمويل ومع البنوك في الصناعات المتوسطه والصغيره. لماذا ينظر للمنتج المصري على انه منتج فقط للجوده والمعايير اللي بتؤهله انه ينافس اي منتج حتى داخليا؟ انت لوحدك كده بتقولي ده الماني، بتقولي عليه ممتاز. فاحنا في حاجه تاريخ زي القطن المصري مع عمل سمعه، احنا محتاجين نبني سمعه المنتج المصري. يعني لسه بالنسبه للزيتون المصري، محدش حتى المصريين ما يعرفوش ان الزيتون. اديك انت اول واحده قلتي احنا بنستورد زيتون. انا طول عمري فاهمه ان وانا بشتري زيتون مكتوب عليه اسباني وتركي، فاهمه ان ده زيتون مستورد. لا خالص، احنا مصر بتصدر لكل البلاد دي، بتصدر لكل بلاد العالم في الزيتون. انما احنا نفسنا مش فخورين بالصناعه بتاعتنا، وما بنعرفش نظبطها زي ما بنقدر نقول ان هو زيتون مصري ده المفروض ياخد جوده العالم كله. واحد بيقول لي طب انتوا بدل عندكم منتج بيتصدر زي الزيتون الهايل ده، ليه مش بيتحط مثلا في المطار؟ مش عارفه، دايما كل بلد بيبقى المنتجات المميزه بتاعتها محطوطه في المطار. احنا ما عندناش منتج الزيتون وزيت الزيتون المصري موجود مثلا في المطارات كلها في رغم ان انت تسافري سوريا، تسافري لبنان، تلاقي الحلويات الشرقيه موجوده بالزبط في المطارات بشكل مكثف. روحي اليونان هتلاقي زيت الزيتون موجود والزيتون موجود بتاعه. اسبانيا نفس الحاجه، ايطاليا نفس الحاجه. انما احنا مش فخورين قوي بانتاجنا عشان نقدر نفرضه على الناس كلها. بس حضرتك دفعت عن الحكومه وقلت ان الحكومه مش هتعمل كل حاجه، مين اللي عليه الدور؟ اهو القطاع الخاص محتاج يعمل حاجات كتير، بس محتاجين جو يساعدنا على التنفيذ. يعني ما يبقاش في تضارب ما بين القوانين وبعضها، ما يبقاش في مثلا محليات بتحط عقبات للانشطه التجاريه والصناعيه، ما يبقاش في وزاره بتصعب الحصول على الاراضي. لازم يبقى في سياسه واضحه، ويبقى معروف البلد ماشيه في اتجاه ايه. سياسه الزراعه، احنا بلد زراعيه، وزاره الزراعه لازم يبقى لها دور جامد في انها تحسن الشتلات والجزء السياسه الزراعيه بتاعت الاراضي، يبقى معروف ايه المحاصيل اللي عليها طلب كبير ومحصول ما عليهاش طلب كبير. فدي سياسة عامة اللي المفروض تتحط، ويبقى في رؤية لمدة 10 سنين 20 سنة، واحنا القطاع الخاص يبتدي يشتغل في الجو ده. هل انتوا قدمتوا خطة أو مقترح لمثل هذه المجالات؟ مش سألنا الحقيقة، محدش سألنا عن الجنط، لما محدش الحقيقة. يعني انتوا بتتسألوا يا دكتورة رجال وسيدات الأعمال في مصر، دايما متهمين ودايما بيساندوا النظام، ودايما بيقولوا إن الثروة والسلطة يعني وجهان لعملة واحدة، دايما بتتفقوا على مساندة الرئيس أو الحكومة وما بتتفقوش خالص على مشروعات محددة، تقارير ممكن تنهض بالاقتصاد المصري. عايزة أقول لك الكلام ده أقدر مختلفة معاكي تماما، لأن إحنا عمرنا ما سندنا مثلا مرسي، يعني ما حدش فينا سند الإخوان. أيوة، عشان كده أنتوا تم اتهامكم إن أنتوا فلوس، يعني رجال الأعمال اللي موجودين وسيدات الأعمال اللي موجودين في مصر ساندوا مبارك وكانوا بيدافعوا، موقعة الجمل كان فيها رجال أعمال تم اتهامهم ممكن يكونوا مسؤولين أو مش مسؤولين، لكن هم دايما في مرمى نيران الاتهامات.
خلينا نقول ان في اتهامات حالية او في اقاويل حالية بان سيدات الاعمال ورجال الاعمال بيساندوا المشير عبد الفتاح السيسي باموال للدعاية الانتخابية، هل ده موجود ولا لا؟ والله دي حرية شخصية، يعني لو حد قرر او على قناعة تامة ان هو السيسي هو، وده فعلا ما فيش بدائل، يعني ما فيش اي بدائل بالعكس. وبعدين انا كسيده اعمال لما اجي ابص، اما سيده اعمال اجي ابص عليه كرجل عسكري بلاقي انه اهتم جدا باطفال الشوارع، ودي حاجه قنبله موقوته بتهدد امننا كلنا. لقيته اهتم بموضوع ميان النيل اللي هي بتاثر علينا كلنا في الزراعه وفي اقتصاد مصر كله، ممكن يتاثر لانها ابتدى يهتم بقضايا اقتصاديه كتير جدا تهم الشارع المصري وتهم يعني اهتم ازاي. انا يعني عمل كذا مبادره، انا اول مره بسمع، انا قريتها زي قريتها في الاعلام كله، ان هو عمل مدرسه اجباريه ان هو يلم اطفال الشوارع يحطهم في المدرسه دي، بحيث ان اجباري زي بدل ما يعملها اصلاحيه بيلم الاطفال اللي يدخلهم المدرسه دي زي مدرسه عسكريه. ده عملها يعلمهم. هو وزير دفاع ولا عملها هو وزير دفاع وبداوا لا هو لا ما اعلنش لسه خطته كمرشح رئاسي، ما قالتش حاجه، انما دي من المبادرات اللي اتقرزوا هو وزير دفاع، وابتدوا عملوا مدرسه عسكريه يجمعوا فيها اطفال الشوارع يدخلوهم بالاجبار بحيث ان هم يعلموهم حاجه قبل ما يخرجوهم تاني في الشارع، يبقى عندهم في ايدهم حرفه او في ايدهم حاجه يتعلموها. يعني صعب جدا ان احنا نقول ان دايما ننتقد، يعني هنفضل ننتقد ونقول ده مش كويس وده مش كويس، انما البدائل ايه؟ ما احنا لازم نقترح بديل. فالبدائل في المطروحه دلوقتي ان فعلا عبد الفتاح السيسي ممكن يطلع الطاقه الايجابيه في الناس. احنا عندنا 90 مليون واحد لما بيتفقوا على حاجه وبيعوزوا يعملوا حاجه، مش عايزه اقول دي محتاجين قائد. يعني الثوره مع جمالها في وقت كتير جدا ما كانش لها راس، يعني الثوره قعدت من سنه 2011 لحد الاخر كل يوم يطلع لها ملهاش قائد، ما بيتفقوش على حاجه واحده. فالسيسي مسته الكبرى ان هو بقى قائد للناس دي كلها وطلع طاقه ايجابيه من ناس كتير جدا. طبعا انا شايفه ان سيدات الاعمال مش بس السيدات المصريات هم منتمين ومتحيزين للمشير عبد الفتاح السيسي، وهو دايما بيخاطبهم وبيغزلهم، ودايما حاسس ان المراه كانت وقود، كانت سند ليه في ثوره 30 يونيو. خلينا اقول متوقع للمرأة ايه لو المشير عبد الفتاح السيسي اصبح الرئيس؟ اي رئيس في الدنيا لو ما استغلش طاقة المرأة وما استغلهاش واداها كل الدعم انها تبقى قوة منتجة هيبقى غلطان. يعني المرأة ممكن فعلا دي نص المجتمع بالعدد، كوانتيتي نص المجتمع، فلازم نبقى نشوف ان المرأة دي لازم تبقى طاقة ايجابية وطاقة منتجة علشان تقدر تنمي مجتمعها وتنمي وتقدر تربط الحزام وتقدر تحط كذا سياسة عشان تنمية المجتمع ككل. مهم ان احنا كسيدات نبقى عندنا الثقة دي في نفسنا ان احنا ما نبقاش كم مهمل، بالعكس لازم نبادر وناخد الدور الايجابي ونسعى ناخد كل الفرص المتاحة عشان نبقى احسن. طلبات المرأة المصرية ايه من المشير عبد الفتاح السيسي عشان بعد كده نيجي نقول اتنفذت ولا ما اتنفذتش؟ لا، هي المرأة الحقيقة اهم حاجة في الدنيا بالنسبة لها ان هي فعلا مستوى التعليم يرتفع. لازم نحارب الفقر بكل طريقه، والا مش هيبقى في ديمقراطيه ومش هيبقى في امان. الفقر ده مهم جدا ان احنا نحاربه بكل طريقه وسيله ممكنه. التعاون مع كل الجهات بصدق واخلاص عشان تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره عشان نقدر نساعد اكتر من نص المجتمع، اذا كان راجل او ست او شباب، يقدروا يشتغلوا في العمل الخاص وننمي روح مبادره العمل الخاص. العمل مع من لهم مبادره، يعني يتفتح ميكانيزم او جهه للتواصل دايما مع الحكومه عشان يتسمع بيها المشروعات المختلفه والاراء المختلفه لتنميه بلدنا. الحقيقه محتاجين كل مجهود وكل مجهود مخلص عشان تنميه البلد بصوره احسن. العنايه الصحيه مهمه قوي، العنايه الصحيه مهمه جدا عشان اي حد يحس انه عايش في امان في بلده. لازم يحس ان لو حصل له حاجه هتلاقي رعايه صحيه كويسه، مش هيتعرض لاهمال، مش هيتعرض لحاجه تؤدي بحياته لخطر. يعني يمكن ان سيدات الاعمال ورجال الاعمال اللي بيمثلوا الاقتصاد المصري بوجه عام بيمثلوا مرآة للواقع الاقتصادي والسياسي الموجود في مصر. لو عايز اعرف منك تقييم للحكومات اللي فاتت على مدار يعني حكومة الدكتور هشام قنديل حضرتك حضرتيها، وهي حكومة في الاخوان، حكومة الدكتور حازم الدبلاوي، الحكومة الحالية اللي بيرأسها المهندس ابراهيم محمد. كل الحكومات اللي ذكرتيها دي بدون استثناء محدش فيهم عنده رؤية، يعني محدش حط خطة لمصر لكل وزاره وكل قطاع باخلاص. اولا في بيانات في جهات كتير جدا عاملاها حتى ما قروهاش عشان يقولوا اهي شخصنا المشكله. يعني لما نيجي نبص نلاقي شخص مشكله اي جهه من الجهات، كوزاره زراعه، كوزاره ماليه، وزاره اقتصاد، محدش حط رؤيه
طويلة الأمد أو قصيرة الأمد عشان نقول إن الوزارة دي حطت خطة بحيث كلنا نسعى لها. يعني أيام الدولة فجأة من كام سنة كده اهتمت قالت التصدير ده قضية شعب، قضية مهمة جدا لحماية الجنيه المصري ولحماية الاقتصاد وتحسين، وابتدت تحط سياسة للدعم. كان ايام مهندس رشيد او ايام كانت يعني من كام سنه، من 10 سنين كده، اكتر من 10 سنين، فابتدوا يهتموا بال بال بالتصدير وبقت قضيه مصير. قالوا ابتدينا نهتم جدا ايه اهميه التصدير، ابتدت المصانع والقطاع الخاص كله يستجيب للمبادره دي، وابتدينا نسعى كلنا ان احنا ازاي نصدر منتجاتنا وازاي نحسن الانتاج وننافس بره عشان نقدر نصدر. ابتدى يبقى فيه كل منظومات المجتمع الاقتصادي تساعد علشان توصل للهدف ده. فاللي احنا محتاجينه محتاجين فعلا منظومة تقدر تبص تلاقينا كلنا كل واحد فينا يشارك بدوره. انما دلوقتي في عشوائية شوية في اتخاذ القرار، عشوائية في مواجهة الكوارث. حضرتك اتكلمتي على دعم الصادرات، حضرتك شايفة الوضع الحالي في دعم الصادرات، هل يعني الدعم ده كان بيتم النظر ليه في مرحلة ماضية على ان هو بيدعم كبار المستثمرين دون دعم الفلاح البسيط اللي بيتم الحصول على منتجه وتصديره؟ حضرتك شايفاه منظومة دعم الصادرات حاليا رايحة فين؟ خلينا بس نحط كل حاجة مسمياتها، لان احنا للأسف بنسمع كلام كتير كده في الجرايد ونقعد نصدقه. سياسة الدعم عموما سياسة خاطئة جدا، لانها الى الان لحد دلوقتي ما وصلتش هي اللي بتنزف اقتصاد مصر. يعني الدعم ان جنرال بينزف اقتصاد مصر، دعم التصدير ما هوش، ما هو بالتالي بيأثر على الحصول. ما تقدرش اي فلاح بسيط ان هو يقدر يصدر، ما يقدرش اي واحد زرع حاجه يقدر يروح يصدر. كل حاجه، كل صنعه لها اصولها ولها الستاندرد. احنا مشكله، احنا لازال بنعاني دلوقتي من المصانع اللي تحت السلم، اللي هي ما بتتبعش اي اسس عالميه للتصنيع والتصدير. ليه؟ لانها ما بتقدرش تعمل الامانه المظبوطه، الاهتمام بالتغليف، الاهتمام بالمنتج، اهتمام بتفاصيل كل حاجه، فبتسوق سمعه المنتج المصري. مش اي حد يقدر يصدر، ده بيسيء للصناعه المصريه، بيصدر لمصر كلها، بيسيء لمصر كلها. يعني واحد بس يطلع الشحنه سيئه بتلاقي مصر كلها اي منتج مصري قفلنا الباب عليه، ودي انا بشوفها كل يوم. دكتوره يمنى بشكرك على وجودك معانا، وزي ما قالت الدكتوره الاراده والتعلم من التجارب الفاشله هي اساس اي نجاح لسيده عايزه تحلم انها تكون سيده اعمال ناجحه. بشكرك على وجودك معانا، وبشكركم مشاهدينا الكرام. أن تصل إلى هذا المنصب وأن تتحدى كل الصعوبات والمعوقات. لا أنتمي إلى قبيلة ولا أعرف القبيلة. لا تشوهوا الثورة بمزيد من مهادنة الإخطاء، الحقيقة واضحة فلا تسمحوا بتمييزها. دافعي عن رأيك حتى الموت. إيه المشكلة لو مرشحة ست؟ شفنا إن الرجالة ما نجرب. مشاركة المرأة في الحياة السياسية مثلا، ودي من الحاجات اللي محدش يعرفها، بس خليني أقول لك. لا مش لوزة السياسة. السياسات الحكومية فرضتها الدولة الأردنية للتعاطي مع الشوارع والميادين we
This is being hailed as Europe's greenest city. Solar panels line walls and rooftops, even on the football stadium. We are in the green city. We have a tradition of sustainability, so why not?